مسخه عليكم البنات، مرحبا بكم في مطبخ ام غالب. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كما كتشوفوا البنات، سمحوا لي ديما راني نطول عليكم، ولكن لا غالب عذروني، عارفين الظروف وقرب رمضان، عارفين النفيد والميناج تاع الدار والتربيه ماشي سهله. المهم ان شاء الله تكونوا لاباس وتكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا البنات، اليوم غادي نحضروا مع بعض كاطو حلوى اقتصاديه وحلوى جافه ما فيهاش صارف بزاف. هذه الحلوه راهي خرجت عنها مده، ولكن اليوم غادي نعطيها لكم بالطريقه اللي واقف نستعملها والوصفه اللي واقف نستعملها. هذه الوصفه تخرج لكم شابه بزاف، تدوب في الفم وناجحه 100%. حلوه السيار البنات، انا اليوم غادي نستعملها لكم بالسيار اللي هو الغربال. انا غادي نستعمل لكم هذا المشبك تاع المقروض. كاين بزاف، كاين اللي يشروهم على المقالي وكاين اللي يشروهم على كوكوت، يقوم فوس لا كوكوت شوشمو فيهم ليغوم. انا هذه البنات صراحه شريتها مع المقله تاعها. كنت بكري نخدم هذه الحلوه تاع السيار بالغربال، ولكن ما عطاتنيش النتيجه كيما هذا الشباك. هذا يجي يجي كيما نقولوا لا فورم تاع التشبيكه تاع الكاطو تجي شابه خم الغربال. بالنسبه للمقادير البنات، واش غادي نديروا هنا البنات؟ هنا عندنا 3 حبات تاع بيض كاملين، عندنا كاس تاع سكر، الكاس اللي ديما نعاودكم به سكر كريستاليزي. تقدروا تعوضوا بالسكر الناعم، ولكن انا لقيت النتيجه احسن بالسكر كريستاليزي. عندنا هنا البنات بهذا الكاس اللي عبرنا به، انا هنا غادي ديريكتوم وندير المقادير، نديروا 3 حبات بيض، نزيدوا عليها كاس تاع سكر، نزيدوا نعبروا كاس تاع زيت بالكاس اللي عبرنا به، نديروا كاس تاع زيت عادي. عندنا لافاني، لافاني هنا تقدروا ديروا سائله كما تقدروا ديروا الغبره، ولا سكر فانيليا اللي عندكم، ولا زيت دو سيترون اللي عندي موجود عندكم في البيت. خلطوا البنات هنايا السكر مع البيض، كما قلت لكم 3 حبات بيض، كاس تاع سكر، لافاني، عندنا كاس تاع زيت، مخلطوش بزاف البنات، غير ندخلوا المكونات مع بعضها البعض باش يتجانسوا. هذا مكان، عندنا البنات كاس ونص، الكاس اللي عبرنا به كاس ونص تاع مايزينا، انا هنا معبرتها وداتها في هذا الغامكه. عندنا كاس ونص تاع مايزينا، فرغوها هنا البنات في لا ريسيبيون. عندنا باكي تاع لا ليفور شيميك هي خميرة الحلوى، ونزيدو نديرو فرينة غير بالعقل، هنا ما كترش فرينة، نديرو غير بالعقل ونبداو نخلطو حتى نخلطو المكونات مع بعض، ونتحصلو على عجينة تكون متماسكة وطرية، ما تجيش تلصق ولا جاري البنات، تجي شوية خفيفة مليحة عادي كيما عجينة الصابلي. لازم نكونو نقدرو نشكلوها. نزيدو هنا الفرينة، كيما تشوفوا البنات العجينة تاعنا هنا بعد ما لميناها، شوفوا القوام تاعها يولي على هذا الشكل. لازم تكون العجينة شوية طرية، ما لازمش تكون قاصحة بزاف باش تجينا خفيفة وهشيشة. البنات هنا ما تنسوش بلي انا دايرين باكيت على لو بيغ شيميك، هنا ما لازمش نكبروا الحبة، باش كي نكبروها الشكل تاعها يجي مفرطح، تكبر لنا بزاف وتجي زينة. هنا البنات نديروا الوزن حوالي 15 غرام، ولا نصغروا على حسب الحبة اللي تحبوها. انا هنا البنات انا دايره هنا عيني ميزاني حوالي 15 غرام برك، نديروها شكل كويرة بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا البنات. نديرو شويه على فارين في يدينا بهذه الطريقه باش ما تلصقناش الحبه في المشبك تاعنا، وندورو ديبول عادي حط المشبك تاعنا ها هو. واللي ما عندهاش الشبك ديال الغربه راه يتباعوا البنات في الاسواق وحد واحد الليمون. شوفوا البنات انا هنايا قرصتها شويه على الكف تاع اليد بهذه الطريقه، ونحطوها فوق
فوق المشبك تاعنا هكذا، نضغطوا غير شويه باش نخرجوا هذيك لافون تاع المشبك تاعنا هذه هكذا كما كتشوفوا البنات. عمليه سهله بزاف وبسيطه، ونحطوها في السنيوه. السنيوه انا هنا اللي دهنتها درتها غير شويه لافاغي باش ما تلصقليش. نزيد ندي معكم حبه واحده اخرى، كما قلت لكم البنات الوزن تاعها 15 غرام. ها هو بسطوها على كف اليد بهذه الطريقه، نديروا شويه تحفيرينا غير شويه البنات ما كتروش على الوجه تاع الحبه، ونحطوا الحبه تاعنا فوق المشبك او الغربال بهذه الطريقه، ونضغطوا غير شويه ما نضغطوش بزاف، ضغطوا غير شويه باش نخرجوا لا فورم تاع الحلوه تاعنا بهذه الطريقه. ان شاء الله تكون الصوره واضحه برك تكونوا فهمتوني. ونحطوها في السنيوه. السنيوه هنايا يعني نشعل الفرن درجه الحراره البنات هنايا 180 درجه، تشعلوا ليها عادي كما تاع الصابون فوق مده، تخلوها تطيب. البنات انا هنا غادي نكمل العجينه تاعي ونواصل العمليه حتى نكمل لاباط، ونتلاقاو بعد ما تطيب باش نزينوها مع بعض. كما كتشوفوا البنات الحلوه تاع نهار اليوم هي واجده في صحن التقديم. هنا البنات بعد ما طاب وبرد هنا درنا له لا كونفيتور دابريكو، لصقنا حبه مع حبه وزيناه بنوات كوكو في لوتور. هنا تزيين اختياري، تقدروا تعوضوه بالكوكاو. البنات هنا بغيت نعطيكم نصيحه، اذا جربتوا هذه الوصفه وتشوفوها في الدوبي باغ اكزومبل كيما نقولوا طيبتوها وزوقتوها تشوفوها مقرمشه، ما تخافوهاش، ما تقولوش زعما جات يابسه ولا، باسكو هذه الحلوه كل ما تقعد كل ما تطرى وتزيين. كيما نعرفوا دائما الحلويات اللي نخدمهم بالزيت تجي شويه مقرمشين. هنا ما تدهشوش باسكو غادي تتشرب الكونفيتور وتتندى كيما نقولوا، هي كل ما تقعد تزيد تزيان. هنا كي تذوقوها ديروها في علبه بلاستيكيه وبلعوا عليها، الغدوه تلقوها طريه تلقوها ما شاء الله. البنات انا هنا ننصحكم باش تجربوا هذه الحلوه لانها اقتصاديه 100% وبنينه بزاف البنات، مليحه القهوه مليحه حتى تخرجوا بها هكا تقلعوا بها حشايم ولا. انا ان شاء الله يا ربي نكون لبيت لكم الميساج وتكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها وتشحوا فيها وتاكلوها بالصحه ولهنا. البنات انا هنايا هذا هو التزيين تاعها وهذا هو الشكل النهائي تاعها. البنات كما كتشوفوا هنايا حطيت لكم على هذه الباقه من الورود، هذا الورد الشباب كتشوفوا جابه لي ولدي ربي يخليه لي. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم وتسيوها وتدعوا لي بدعوه الخير. هنا البنات عاونوني باللايكات تاعكم بالاشتراك تاعكم هنا باش يوصلكم اي جديد نحطه لكم، وباش تدعموني انا نوصلكم الجديد وانتم دعموني باللايكات تاعكم. تهلاو في روحكم البنات، ما نطولش عليكم، ان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله، فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.